المقابلة كانت صراحة كانت جد صعبة، ولكن احنا استعدنا بحد استعداد كان طري بروفيسيونيل الحمد لله. حاولنا نجيريو أطوار ديال المقابلة، تأتشاو لنا جوج الأهداف اللي كانوا في أوقات جد مميزة الحمد لله. رجعنا درنا البلوك ديالنا سدينا، وخا تمارك عندنا واحد البيت من ضربة الخطأ، ولكن الدراري كانوا فايقين الحمد لله، وبقينا صابرين تسارى الماتش الحمد لله، خرجنا ب 3 بوان. سي نورمال ملي ما كيكونش معاك الكوتش ديالك في التيران شويه كتكون صعيبه، حيت ملي كيكون معاك الكوتش كتكون كيكون واحد المواصله في التيران، هو كيقرا اللعب لو جو، ملي كيكون بعيد منك ما، ولكن الحمد لله حتى لاجوان ديالو حتى هو كان في المستوى الحمد لله، وحتى هو حاول يقرا اطوار ديال المقابله وكان تواصل مع اللاعبين والحمد لله. ما كانش شي زعما شي تغيير كبير، الحمد لله داز داكشي كلشي بخير. وسي نورمال ملي كتلعب ضد الوداد اللي محتل المركز الاول وكتربحو، هادي راه 3 بوان كتسمى ب 6 بوان ماشي 3 بوان، يعني راه غتعطيك واحد الحافز كبير بانك تلعب الماتشات الجايين، و حاجه طبيعيه غيكونوا سهل من الماتش ديال الوداد، حيت هذا الماتش هذا طري ديفيسيل. حاولنا اي فرصه اننا نصفر شي ما نزقلوهاش، والريزولت الحمد لله راه كانت بوزيتيف، هذا هو المهم. هي بالكوتش صراحة سي عبد الحق بن الشيخة مربي فينا واحد التربية تربيناها معاه، ديال أنه واخا ما يكونش كيكون واحد الاحترام ما بين لاعبين أو ما بين ستاف تكنيف أو ستاف ميديكال، كاين بيناتنا واحد الاحترام كبير، هو اللي مخلينا هذا هو سر النجاح ديالنا، سواء كان الكوست سواء ما كانش، هي كتبقى بلاصة ديالو كبيرة من طبيعة الحال ملي كيكون معنا كيكون واحد الأجواء زوينة، وحتى إلا ما كانش أنا كنقول لك بالنسبة للاحترام أو داك الشيء هو اللي كيخلي، هذا هو سر النجاح. يعني الفرقة كتبقى ديما بروفيسيونيل الحمد لله، نساو هاد المقابلة وفكروا المقابلة. صافي مرحبا.